السلام عليكم، انا اسمي ادهم هشام، وفي الفيديو النهاردة ان شاء الله حوريكو ازاي نقدر نحل الكيلر سودوكو او السودوكو القاتلة. هي عبارة عن لعبة السودوكو اللي احنا عارفينها، لكن زي ما انتوا شايفين ما عندناش اي ارقام نبدأ بيها في المربعات بتاعتنا. دي لعبة جديدة نسبيا، نزلت على كابليكيشن على الموبايل وانا استمتعت بيها جدا، عجبتني جدا، فقررت اعمل الفيديو ده بحيث ان انا اوريها لكم بتتحل ازاي وتستمتعوا بيها وانتوا بتحلوها ان شاء الله. فانا هبدأ اشرح القواعد الاساسية بتاعت الكيلر سودوكو على نموذج ابسط من اللي موجود على الشاشه دلوقتي، وبعد كده هنطبق القواعد دي على الكيلر سودوكو نفسها بعد ما اشرحها ان شاء الله. فيلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل مبسط اكتر للعبه الكيلر سودوكو، في ارقام كتير محلوله عندنا علشان تسهل علينا الحل. فنبدا نشرح ايه هي الارقام والاشكال الغريبه اللي مرسومه عندنا في السودوكو دي. هنبدا بالجزء اللي على الشمال فوق ده، ده بنسميه الكيج او القفص. فالقفص ده حاليا واخد مربعين، الاثنين دول موجودين في نفس المربع. هتلاقوا ان في كيجز او اقفاص زي رقم 17 اللي هنا ده، واخد جزئين، واخد جزء من المربع اللي على الشمال فوق وجزء من المربع اللي في النص فوق. في مربعات ساعات بتاخد اكتر من 3 مربعات، ما اعتقدش ان احنا عندنا في النسخة المبسطة دي منها. لكن نيجي ايه الارقام اللي موجودة في الجزء الشمال فوق للكيجز او الاقفاص ده، بيبقى رقم مجموع الارقام اللي جوه. فاحنا عندنا رقم 5، معناه ان في الخانتين دول رقمين مجموعهم هيكون 5. فاحنا عندنا في السودوكو من 1 لـ9 مفيش اي مجموعة من الارقام ممكن تدينا رقم 5 غير مجموعتين، 1 و4 او 2 و3. فهنا عندنا رقم 4 اللي موجود في نفس الرو هنا، بيمنع ان هنا يكون في رقم 4 في الكيج بتاع رقم 5 اللي موجود هنا. فمعنى كده ان انا اكيد هنا هيكون عندي 2 و3، انا مش عارف ترتيبهم حتى الان، لكن هي دي الطريقة الوحيدة ان الكيج ده هيكون مجموعه 5 من غير استخدام رقم 4. طب نيجي لرقم 4 ده، هنلاقيه هو نفسه موجود جوه كيج رقمه 11. طيب معنى كده ان الخانة التانية اللي جنب رقم 4 جوه نفس الكيج مجموعها مع الـ4 يدينا 11. ايه الرقم اللي مع 4 يدينا 11؟ هيكون رقم 7، وساعتها مش هيكون بالبنسل، هيكون بالجاف، لان احنا متأكدين ان ده رقم 7. هنلاقي مثلا عندنا هنا 8 و1 وخانة فاضية، مجموعهم هيكون 11. ف8 و1 9، يبقى اكيد الخانة دي 2. عندنا هنا 6 وكام يبقوا 10، فأكيد دي هتبقى 4. 2 وكام يدونا 7 اللي موجودة هنا، فأكيد دي هتبقى 5. هنلاقي عندنا السودوكو في المربع ده إن لازم من 1 لـ9، فبالتالي هيكون عندنا مجموعة من الأرقام لازم تتوزع في الـ4 خانات دول، ما يكونوش استعملوا قبل كده، ده زي السودوكو العادية تماما. طب ايه الرقمين اللي لو جمعتهم يدوني 16؟ ده رقم كبير جدا، مش هيجي غير بـ9 و7، لكن انا عندي الـ7 دي بتمنع ان الـ7 ممكن تكون موجودة في الخانة اللي فوق، يبقى اكيد الخانة اللي فوق هتكون 9 والخانة اللي تحت هتكون 7. يبقى انا ازاي وصلت ان الـ7 والـ9 ده ترتيبهم؟ تاني، رقم 16 من رقمين بس يعتبر من الارقام الكبيرة، اللي لما نيجي نحل الكيلر سودوكو هتبقى من ضمن الحاجات ان احنا بندور على الارقام الكبيرة قوي والارقام الصغيرة قوي. فالارقام الكبيرة 16 و17 ما بتجيش غير من مجموعة ارقام واحدة اللي هي 9 و8 او 9 و7. فالمفروض ان هنا هيبقى 9 و7 و9 و7، انا مش عارف ترتيبهم ايه، لكن انا عندي 7 دي بتأكد لي ان لازم الخانة دي تكون 9 والخانة دي لازم تكون 7 بتاعتي. طيب نكمل بس على الناحية التانية، عندنا رقم 4، الكيج ده رقمه 4. ايه التجميعة الوحيدة اللي ممكن تدينا رقم 4؟ هي 1 و3. ما عندناش في السودوكو اي مجموعة ارقام تتحط جنب بعض مجموعهم يدينا 4 غير 1 و3. فانا هخلي بالبنسل
كيج ده انا عارف ان جواه واحد وتلاتة، لكن لسه انا مش عارف ترتيبهم ايه، مين فيهم اللي موجود على اليمين ومين فيهم اللي موجود على الشمال. طب نيجي للكيج ده رقم 7، هتلاقوه موجود ما بين مربعين عادي جدا، وممكن لما نيجي في الكيلر سودوكو هتلاقوه ما بين 3 مربعات ساعات. فاحنا عندنا ده ايه، الخانة دي تتملي بكام علشان مجموع الكيج ده يبقى 7؟ يبقى اكيد الخانة دي هي رقم 4، تمام؟ والاربعة دي هيأكدوا لي ان اكيد في المربع اللي في النص هيبقى عندي الاربعة، يا موجودة هنا يا موجودة هنا. فانا بحطها بالبنسل علشان اسهل على نفسي بعد كده وافتكر الاربعة في المربع ده المفروض تبقى موجودة فين. طيب نيجي لأماكن تانية مثلا. الكيج ده مجموعه 9 وهو جواه خانة رقم 1، يبقى أكيد الخانة التانية رقم 8، وهنكتبها بالجاف لأن احنا متأكدين إن ده رقم 8. طب التمانية دي والتمانية دي بيأكدوا لي إن التمانية لازم تبقى موجودة يا هنا يا هنا، لسه أنا مش متأكد فهعملها بالبنسل كده هو علشان أفتكر المرة الجاية لما أحاول احل اكتر. المربع ده فاضل فيه خانتين بس، رقمين بس، يا ترى ايه هما؟ 1 2، يبقى 3 و6، تمام. هل في طريقة ان انا ممكن احنا عندنا الستة دي تمنع ان الخانة دي تكون 6، يبقى اكيد الخانة دي هتكون الستة بتاعتنا والخانة دي هتكون التلاتة. لو انا لقيتهم مشتركين في كيجز ده هيسهل لي الموضوع اكتر. الكيج ده الخانة دي لازم تكون 1 علشان مجموع يبقى 7، والكيج ده المجموع لازم يبقى 8 فيبقى الخانة دي اكيد 5. طيب الخمسة دي والخمسة دي بيأكدوا لي ان الخمسة لازم تكون في الصف اللي فوق، لكن احنا ما ينفعش نحط الخمسة في اي واحدة من الخانتين دول لان مجموع الخانتين دول بيدينا 5، فمش هينفع احط الخمسة في الخانتين دول، يبقى اكيد 100% الخانة دي هي اللي هتكون الخمسة بتاعتنا. ده يعتبر كيج كبير شوية في 4 خانات، انا لسه هسيب الكيجز الكبيرة دي دلوقتي. انا بحاول احل الكيجز الصغيرة اللي مكونة من خانتين او 3 خانات بالكتير، ويكون المجموع بتاعها كبير قوي او صغير قوي، ده بيساعدني في الحل بتاعي. يعني مثلا عندنا الكيج ده مكون من خانتين ومجموعهم 5، قلنا ان رقم 5 ما بيجيش غير من مجموعتين من الارقام 1 و4 او 2 و3، لكن التلاتة دي بتمنع الاتنين والتلاتة، يبقى معنى كده ان اكيد الخانتين دول 1 و4. طيب انا عندي الواحد دي تمنع ان دي تبقى 1، يبقى هنا الخانة دي لازم تكون 4 والخانة دي لازم تكون 1. لو مشيت مع الواحد دي والواحد دي يبقى لازم الواحد في المربع اللي فوق تبقى هنا يا هنا، والواحد دي بتقول ان الواحد اكيد هنا. هل في حاجة نقدر الواحد بقى هنشوف ان هي كده موجودة في الكولم اللي في النص، الواحد دي هتشيل كده هو، فيبقى اكيد الواحد موجودة هنا. هنا يا واحد يا تلاتة، احنا بالفعل حطينا التلاتة هنا زي ما انتوا شايفين، فالبنسل اتشالت ان الواحد لازم تكون هنا والتلاتة لازم تكون هنا. طب نيجي للأربعة، هنا كنا كاتبين الأربعة في مكانين، كده بقت موجودة في مكان واحد بس، فدي أهمية إن احنا نحط الأرقام بالبنسل علشان نفتكر الأماكن اللي المفروض تتحط فيها. يعني مثلا لغاية دلوقتي الاتنين والتلاتة دول أنا مش عارف ترتيبهم إيه، أنا عارف إن دول أماكنهم بس أنا مش عارف ترتيبهم إيه. طيب نيجي هنا، إيه الأرقام اللي ممكن نستفيد منها؟ رقم 2، عندي رقم 2 يمنع ان الثلاث خانات دول يكونوا 2، يبقى اكيد الاثنين موجودة هنا. طيب هنا بقى عندي خانة واحدة بس، يبقى كده انا ممكن احل الكيج ده. الكيج ده مجموعه 17، 2 و6 8، 8 و5 13، يبقى اكيد الخانة دي 4، تمام. والاربعة دي هتحللي ان الاربعة هتكون موجودة هنا اهو، 4 و1 5، يبقى مجموع ال11 عشان يجي عندي لازم ده الخانة دي تكون 6. رقم 6 رقم 6 هيحللي دول، هيمنعوا
ان الثلاث خانات دول يكونوا 6 والاثنين دول يمنعوا ان الاثنين دول يكونوا 6، يبقى الستة اكيد عندي موجودة في الخانة دي. ايه تاني اقدر احله؟ احنا ايه اللي فاضل لنا في المربع ده؟ 1 2 3 8 9. طيب التسعة موجودة هنا وهنا، يبقى دي اكيد التسعة. الكيج ده في خانة واحدة، يبقى انا اقدر احله. 1 و9 10، علشان يبقوا 18 يبقى ده اكيد التمانية. وهيتبقى الخانة دي بمربع السودوكو، هعرف ان دي اكيد 3. طيب انا فاضل لي رقمين علشان الرو ده يكمل، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى 6 و7. هل اقدر اعرف مين الاماكن بتاعتهم؟ ايوه، انا عندي الستة دي تمنع ان دي تبقى 6، فيبقى اكيد دي 7 واكيد دي 6. تمام، ايه الرقمين اللي فاضلين عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. بس انا لسه مش عارف ترتيبهم، فانا برضو هعملها بالبنسل لغاية لما اتأكد التمانية والتسعة ترتيبهم هيكون فين. زي ما انتوا شايفين ده كيج كبير جدا، 35. عندنا هنا التمانية والتسعة موجودين هنا، فيبقى مجموعهم 17. 17 و7 24 و6 30. طب هنا الكيج ده انا فاضل لي فيه خانة واحدة بس، يبقى كام زائد 30 يديني ال 35؟ 5. فانا كده عرفت مكان الخمسة بسبب الكيج الكبير، ان انا عرفت كل الخانات ما عدا اخر خانة. احنا عارفين ان دول 8 و9 بغض النظر عن الترتيب، فمجموعهم 17. يبقى 17 و13 هيدينا 30، علشان يكملوا 35، يبقى اكيد بالجاف الخانة دي هتكون رقم 5. الخمسة دي والخمسة دي هيخلوا الخمسة في الكولم ده موجودة هنا. هل ده هيساعدنا؟ مش دلوقتي، لسه شوية. بس هيقول لنا ان الخمسة موجودة يا هنا يا هنا. نكتب بالبنسل لغاية لما نتأكد، والخمسة هتبقى موجودة يا هنا يا هنا. لسه مش متأكدين. طيب نروح فين تاني عشان نحاول نحل؟ عندنا السبعة دي صغيرة، نحاول كده ايه المجموعات الارقام اللي ممكن نحطها هنا. عندنا 1 و6 2 و5 او 3 و4. بس التلاتة واربعة مش هتنفع، لان احنا عندنا التلاتة هنا والتلاتة هنا، يبقى اكيد التلاتة مش هينفع تتحط في الخانات دي. يبقى عندنا 1 و6، برضو الواحد والستة مش هتنفع، لان الواحد دي بتمنع الواحد تبقى هنا والواحد دي تمنع الواحد تبقى هنا. يبقى كده السبعة دي مكونة من رقمين فقط، واحنا عارفينهم كده ان هم هيبقوا 2 و5. طب الخمسة دي تمنع ان دي تكون 5 زيها، يبقى اكيد دي بالجاف الاتنين، ودي اكيد الخمسة، وده هيلغي الخمسة اللي كانت هنا، فيبقى دي اكيد 5 هي كمان. طب ايه الرقم اللي فاضل لي هنا عشان تكمل؟ عندنا 1 2، يبقى 3. انا عرفت ان دي 3. وواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى عندي 7 و8. عندي هنا 7 و8، مش هعرف لسه مين فيهم. طب انا عندي ايه هنا؟ 2، عندي 3 5 6 7، يبقى 3 و7. هل هعرف مين فيهم؟ لسه مش مؤكد برضو. طيب يبقى نكمل، نيجي للعشرة دي مثلا. العشرة للأسف بتيجي من أرقام كتيرة جدا. لكن في طريقة. بصوا احنا عندنا التمانية دي تمنع ان الاتنين دول يكونوا تمانية في المربع ده، فيبقى التمانية اكيد يا هنا يا هنا، والتمانية مع الاتنين يدونا 10، لكن الاتنين دي تمنع ان الاتنين تكون هنا، يبقى اكيد المربع ده بالجاف 8 والمربع ده بالجاف 2. فيبقى التمانية دي هي اللي حلت لنا المشكلة، ان هي عندنا 4 خانات، في 2 منهم مش هينفع يبقوا 8 بقانون السودوكو، فيبقى التمانية لازم تبقى هنا هنا، والاتنين لازم تبقى عكسها علشان الكيج يبقى مجموعه 10. الاتنين دي هي اللي اكدت لي ان دي هتبقى التمانية ودي هتبقى الاتنين.
ايه الرقمين اللي فاضلين لي عشان احل السودوكو دي؟ 2 3 4 5 6 7 و9. لسه ما فيش طريقة اتأكد بيها. طيب يبقى نشوف، الاتنين هتبقى يا هنا يا هنا. اكيد هتبقى هنا نتيجة الاتنين اللي عندي فوق هنا. ايه الارقام اللي ناقصة هنا؟ 5، 5 يا هنا يا هنا، 6، 7، لسه مش متأكد، 9. التسعة دي شالت الخانات دي كلها، يبقى دي اكيد بالجاف 9، والتسعة دي هتخلي دي 9 زيها، ويبقى ده 7. وايه الرقم دي؟ هتبقى 7 برضو زيها. 3 4 5 6 7، يبقى دي 8، ودي هتبقى 7. السبعة هتبقى هنا. انا ماشي ورا الرقم لغاية لما احاول ان انا اخلصه خالص من المربعات كلها، واعتقد دي هتبقى 8. مفيش مكان تاني في المربع ده ينفع يبقى 8. هنا لما حلينا 8 دي، ده فك المكان اللي هنا، والاتنين دي فكت المكان اللي هنا. كده انا بقيت متأكد ان دي 3 ودي 9 ودي 2 ودي 8. دي ميزة البنسل يا جماعة، علشان يورينا ايه الحاجات اللي بتتشطب مع بعض. طيب نكمل، 1 2 هتبقى يا هنا يا هنا، لسه مش عارف، 3 هتبقى يا هنا يا هنا، لسه مش عارف، 4 5 6، يبقى دول 2 و6، 7 8 9، 9 برضو مش عارف هنا. طب ده رقم واحد اللي فاضل، 1 2 3، يبقى التلاتة أكيد موجودة هنا، والتسعة أكيد موجودة هنا. تمام، التسعة هتحللي التسعة تبقى موجودة هنا، 1 2 3، يبقى 4. ومادام جاب لي كلمة أوتو كومبليت، معنى كده إن أنا خلاص ما بقاش في حاجات تحتمل احتمالين. كده أنا خلصت السودوكو يعتبر، وممكن أدوس أوتو كومبليت لو عايز وأخلص على طول. عندنا مثلا الكيج ده مجموعه 24، فالخانة دي تبقى كام؟ 7 و9 16، 16 و8 يدونا ال 24. فده هيبقى من أهم الحاجات اللي هنستخدمها علشان نحل الكيلر سودوكو نفسها، إن احنا نعرف الكيجز ونحاول على قد ما نقدر نخلي الخانات يتبقى اخر واحده. يعني مثلا مثالا الكيج 25 ده، 8 و7 15 و4 19، يبقى ده اكيد 6، وده هتكون 2، ودي هتكون بقى الاثنين. خلاص احنا كده فكينا السودوكو خلاص. هنا فاضل الواحد والخمسه، وهنا دي هتبقى 5، وأخيرا 7. تمام، فده كده شرح للقواعد بتاعت الكيجز اللي هتساعدنا إن شاء الله إن احنا نحاول نحل الكيلر سودوكو نفسها. فيلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بدور عليها في الكيلر سودوكو هي الكيجز الصغيرة. فأنا ببدأ لو لقيت كيج يكون محاوط خانة واحدة بس. ده ساعات بيبقى موجود، هي مش على طول موجودة، لأن هو ساعتها هيبقى 100% مجموع الكيج هو اللي جوه الخانة. فده كده أكنه بيساعدك وبيقولك اتفضل رقم. فساعات بتكون موجودة، لكن في أغلب الأحيان زي دلوقتي ما أعتقدش إن هي موجودة. فيبقى احنا بندور على الكيجز اللي مكونة من خانتين، وبندور على المجموع اللي يكون يا صغير قوي يا كبير قوي. فهناخد مثال، مثلا عندنا الكيج ده مجموعه 17، مكون من خانتين بس. ايه هما الرقمين الوحيدين اللي ممكن يدونا مجموع 17؟ فهنعمل بالبنسل لان احنا لسه مش متأكدين من ترتيبهم. هما 9 و8، مفيش اي ارقام تانية في السودوكو ممكن تدينا رقم 17 غير 9 و8. طيب نيجي في نفس المربع، دي حاجة كويسة جدا لما يبقوا في نفس المربع، رقم 4. ايه هما الرقمين اللي يدونا 4؟ هما 1 و3. لما يبقوا في نفس المربع دي بتبقى حاجة قوية جدا بتساعدنا ان احنا نبدأ الحل بتاعنا من هنا.
فأنا بحاول أدور في أماكن تانية على مربعات يتطبق عليها القاعدة بتاعة الرقم الصغير أو الرقم الكبير. عندنا هنا 17 برضو، فيبقى عندنا هنا 9 و8 برضو، لسه مش متأكد من ترتيبهم، و9 و8. 16، 16 بتيجي من 9 و7، ومفيش أي رقمين تانيين يقدروا يجيبوا رقم 16 من خانتين بس. فدي كانت مهمة جدا البنسل اللي احنا عاملينه ده، لأن رقم 9 ده هيلغي إن الخانة دي تكون 9، فيبقى معنى كده 100% هكتب بالجاف بقى إن دي هتبقى الـ8 ودي هتكون الـ9 بتاعتنا. وبكده وصلنا أهو لأول رقمين نحطهم على الجريد. يعني ده الطريقة إن احنا ندور على الكيجز اللي مجموعها يا صغير جدا يا كبير جدا، ده هيبتدي يدينا حلول توصلنا لحل السودوكو كلها. عندنا رقم 13 ده مثلا، ما انا حاليا مش متأكد منه، لان هو بيجي من 9 و4 او 5 و8 او 6 و7، في 3 احتمالات وانا مش متأكد من ولا واحد فيهم، يبقى انا لسه هسيبه دلوقتي مش متأكد منه. طيب نيجي للعشرة دي، الكيج رقم 10 ده مميز جدا، هقول لكم ليه. لان احنا تعالوا ناخدها من الكبير للصغير. التسعة ما ينفعش استخدمها عشان اجيب العشرة دي، لان هي بالفعل جوه المربع، ولا الثمانية. طب السبعة، لو استخدمت سبعة يبقى لازم استخدم ثلاثة، هل ينفع استخدم الثلاثة؟ لا، لان الثلاثة موجودة عندي هنا، يبقى انا ما عنديش للعشرة دي غير الستة والاربعة فقط، ما فيش اي حاجة تقدر تحللي الكيج ده غير الستة والأربعة في الحالة دي. شوفوا احنا بدأنا ان العشرة في 4 احتمالات ممكن يجيبوها، لكن في 3 اتمحوا عن طريق التسعة والتمانية والتلاتة، فيبقى الطريقة الوحيدة ان دي تبقى 10 يبقوا 4 و6 بالشكل ده. طيب عندنا رقم 2، دي بقى من الحاجات برضو المهمة اللي لازم نعرفها. عندنا رقم 2 لازم يتحط في واحدة من الـ3 خانات اللي فاضلين في المربع ده. ما ينفعش احط رقم 2 هنا، ليه؟ لان مجموع الكيدج ده 12. هل عندنا في السودوكو رقم 10 اقدر احطه قصادها هنا علشان يبقى المجموع 12؟ لا. يبقى دي من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي لازم اعرفها في الكيلر سودوكو، ان رقم 2 علشان يتحط هنا مش هينفع يتحط في كيدجز معينة. ف 100% هتكون الاتنين في المربع ده موجود في المكان ده، وده كده حاجة كويسة جدا، لأن ده كيج رقمه 11، يبقى ده أكيد التسعة التانية. التسعة دي والتسعة دي، يبقى أكيد التسعة موجودة في التلاتة دول، أنا لسه مش متأكد فهخليها دلوقتي. طيب يبقى الاتنين دول هم آخر رقمين موجودين عندي، الخمسة والسبعة. فنستخدم البنسل لأن احنا لسه مش متأكدين من أماكنهم. الخمسة والسبعة فعلا مجموعهم 12، وهم دول أماكنهم في المربع ده بالفعل. طيب نكمل على كده إزاي. عندنا التسعة دي والتسعة دي معناها إن التسعة في التلاتة دول، السبعة دي والسبعة دي معناها إن السبعة في التلاتة دول، برضو مش حاجة بتساعدني أوي لغاية دلوقتي. نيجي للعشرة دي، عندنا التسعة مش هينفع أستخدمها علشان يبقى التسعة والواحد ما ينفعش. طب التمانية والاتنين ما ينفعش عشان الاتنين دي. 3 و7 ما ينفعش عشان الـ3 دي، يبقى هنا دي أكيد الـ4 والـ6. يبقى أنا عرفت، زي ما انتوا شايفين أنا بس بلاقي الكيجز الصغيرة بدأت تطلع لي أرقام، ببتدي من الأرقام دي أعمل تحركات من النقطة دي لغاية لما غالبا إن آخر جزء هيتحل هيكون الجزء المقابل ليها في السودوكو الناحية التانية، مش في جميع الأحوال، بس هي بتبدأ كده إن أنا ببدأ بحل في بؤرة معينة، يا اما هنا يا اما هنا، وببتدي بنتشر منها. فانا كده العشرة دي انا متأكد ان هي 4 و6، ودي حاجة كويسة جدا هتساعدني، لان انا عايز الارقام الكبيرة الـ8 والـ7 هيتحطوا فين في الكولم ده. ما ينفعش الـ8 والـ7 ولا واحد فيهم، هما الاتنين ينفع يتحط في الخانة دي، لان الخانة دي مشتركة مع الخانة دي مجموعهم 6، فيبقى انا كده متأكد ان الـ7 والـ8 موجودين في الخانتين دول، ما ينفعش ولا واحدة فيهم تبقى موجودة في الخانة اللي موجودة في الآخر دي. طيب يبقى أنا كده فاضل لي كام؟ 1 و2 و3 و4، يبقى 5، يبقى دي أكيد بالجاف 5، وبما إن الخمسة مع ومجموعها 6 يبقى دي أكيد الواحد.
طيب عندنا الكيج رقم 19 اللي هنا، انا عارف ان دول 7 و8، بغض النظر عن ترتيبهم مجموعهم هيكون كام؟ هيكون 15. علشان يبقوا 19 يبقى دي اكيد بالجاف 4. ايه تاني انا ممكن استعمله هنا؟ الاربعة كده محلولة في الاماكن دي، التمانية والتمانية لسه مش متأكد. طب نيجي هنا، ايه اللي ممكن اعمله في المكان ده؟ نيجي للخمستاشر دي. الخمستاشر دي بتيجي من انهي مجموعة من الارقام؟ عندنا الستة والتسعة او السبعة والتمانية. طب احنا السبعة والتمانية بالفعل موجودين هنا، يبقى دول اكيد الستة والتسعة. انا عندي التسعة دي تمنع ان دي تكون تسعة، فيبقى اكيد الستة بالجاف هتكون هنا والتسعة بالجاف هتكون هنا. تمام، يبقى انا فاضل لي في المربع ده خانتين عبارة عن اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة ممكن نعملهم بالبنسل دلوقتي لان ده ممكن يساعدنا قدام. يبقى انا عندي هنا اتنين وتلاتة. طيب الخانة دي بما ان هي يا اتنين يا تلاتة اللي قصادها هتبقى يا تسعة يا تمانية، ملهاش اي احتمالات اخرى. بما ان دي يا اتنين يا تلاتة يبقى دي يا تسعة مع الاتنين عشان يدينا حداشر، او لو دي تلاتة يبقى هنا تمانية عشان يدينا حداشر برضو. فيبقى هنا دي ملهاش احتمالات غير التمانية والتسعة فقط. طب نيجي لل، انا عايز احل احاول التلاتة دول او التلاتة دول. فالعشرة دي مش هينفع تبقى تسعة وواحد، اتخذت خلاص. التمانية والاتنين لسه قابلة، سبعة والتلاتة لازالت قابلة، والستة والاربعة ما ينفعش ستة واربعة. يبقى هنا عندي احتمالين، يا تمانية واتنين يا تلاتة وسبعة، لسه مش متأكد مين فيهم. طيب يبقى احنا لسه مش متأكدين من دول. طب هنا انا عندي هنا اربع خانات، عايز اشوف ايه اللي ينفع هنا. يبقى واحد اتنين، لازم عندي اتنين موجودة في دول ودي تقبل ان تبقى اتنين. طيب عندي تلاتة، دي ينفع تبقى سبعة؟ ينفع تبقى سبعة؟ لا، احتمالات كتيرة جدا، لسه انا مش متأكد من المكان اللي هنا ده. طيب في تكنيك دلوقتي انا هوريه لكم، ده من ضمن الطرق اللي تحل بيها الكيلر سودوكو، فمعلش لو هي صعبه شويه انا هحاول بالماوس اوريها لكم. اي مربع من دول احنا عارفين ان مكوناته هتكون الارقام من واحد لتسعه، صح؟ لو جمعت من واحد لتسعه يبقى كل المربعات اللي جوه دي، لو اعتبرنا ان ده كيج، هيبقى مجموعه 45. معايا من واحد لتسعه في المربع 45، تمام؟ طيب نيجي للمربع ده اللي هو مجموعه 45، انا عندي دي 9 ودول مجموعهم 10 ودول مجموعهم 10، يبقى كده 29. يبقى الاربع خانات دول انا مش عارف مكوناتهم ايه، بس انا متأكد ان هم هيبقوا تكملة ال 45، لان ما ينفعش المربع ده يبقى مجموعه حاجة غير 45 لان هو جواه من 1 ل 9. فانا عندي هنا العشرة دي والعشرة دي والتسعة دي بيخلوا عندي 29. التسعة وعشرين يبقوا زائد كام يدينا 45؟ 29 يبقى 16. طيب 16 في الاربع خانات دول بغض النظر عن مكوناتهم زائد الخانة دي يدينا 18. شفتوا انا وصلت ان دي رقم 2 ازاي؟ تاني، وهتبقى دي التلاتة والتلاتة هتبقى هنا مع التمانية. هشرح الجزئية دي تاني يا جماعة علشان انا عارف ان هي دي جديدة. مجموع الارقام اللي جوه المربع ده 45، فانا عندي 10 و10 و9، يبقى الاربع خانات دول ايا كان مكوناتهم ايه مجموعهم 16. الكيج ده 18، الكيج ده مجموعه 18، الاربع خانات دول لوحدهم 16، يبقى اكيد الخانة الاخيرة هتبقى رقم 2،
وبما ان دي 2 فدي هتحل لي ان دي 3 ودي هتبقى 8. انا لقيت هنا ان 9 دي حلت لي مشكله ال 8 وال 9 اللي هنا، دي كده بقت 100% 8 ودي كده بقت 100% 9. طيب ال 9 دي هتبقى ال 9 يا هنا يا هنا، نخليها بالبنسل بما ان احنا ماشيين كويس، فنفضل بالبنسل ماركينجز. ال 8 دي حلت لنا ال 7 وال 8 اللي هنا، فيبقى دي كده 100% 7 ودي هتبقى 8، ويبقى احنا كده حلينا اول مربع عندنا يا جماعه، ده كده حاجه كويسه جدا. طيب نكمل ازاي؟ عايزين نيجي للمربع ده. المربع ده هنحله بنفس الطريقه يا جماعه بتاعه ال 45. كل مجموع الخانات اللي هنا 45، عندنا 17 و15 و6، دول مجموعهم يبقى كام؟ 17 و15 32 مع ال6 38، يبقى الخانة دي لازم تبقى مجموع ال45 ناقص ال38 هتبقى 7. يبقى كده الرقم هنا 7 وانا مغمض. تاني جبتها ازاي؟ 45 هو مجموع كل الخانات اللي هنا، انا عندي دول 17 ودول 15 ودول 6، مجموعهم 38 زائد الخانة دي لازم يجمع لي ال 45 بتاعتي، فيبقى الخانة دي لازم السبعة. طيب السبعة دي مع كام تبقى 13؟ هتبقى مع الستة، يبقى دي هتبقى 6، وبما ان هي مش 9 يبقى التسعة اكيد موجودة في المكان ده. طيب يبقى انا فاضل لي اخر 2 هنا، 2 و4، هعملها بالبنسل لان انا لسه مش متاكد من ترتيبهم. يبقى ال2 وال4، جميل جدا. طيب 9 من هنا، يبقى دول مجموعهم 5، 1 و4 او 2 و3 لسه مش متاكد. طيب ال2 و4 يبقى 6، يبقى دول مجموعهم 9. دي حلوة. طيب عندنا هنا الكيج ده 15، الخانتين دول ايا كان ترتيبهم مجموعهم 6، يبقى الخانتين دول مجموعهم 9، لازم يبقى مجموعهم 9. طيب ايه الارقام اللي تدينا 9؟ 8 و1 مش هينفع لان 8 موجودة معاها، 7 و2 مش هينفع لان ال7 موجودة معاها. الطريقة الوحيدة هتبقى 6 و3 او 4 و5. بس الاربعة اتخذت بالفعل، فيبقى كده 6 و3 هي الطريقة الوحيدة اللي أنا أملى بيها الخانتين دول، بس 6 دي بتمنع إن دي تبقى 6، فيبقى دي بالجاف رقم 3 ودي هتبقى رقم 6. تمام. طيب يبقى إيه اللي فاضل لنا؟ 1 و5. هل في طريقة أعرف بيها؟ لا لسه، فأعملها بالبنسل بما إن أنا لسه مش متأكد. طيب يبقى كده فاضل لنا ايه تاني؟ هنا عندنا اربع خانات، واحد واثنين خمسة واربعة، واحد واثنين وخمسة واربعة، دي يا واحد يا خمسة، فاحنا اكيد في اربعة في الموضوع هنا. والاتنين تسعة واتنين تبقى 11، هل ينفع احط هنا دي احنا عايزين نحط رقم 2 يا جماعة في واحدة من التلات خانات دول، التلات خانات اللي هنا دول، ما ينفعش احط الاتنين في الكيج مع التسعة هنا. ليه؟ لان الاتنين مع التسعة هيبقى 11، 11 يبقى لازم الخانة التانية تجمع ال 14 اللي هي 3. طب ينفع احط التلاتة؟ ما ينفعش. يبقى كده اكيد الاثنين 100% في الخانه اللي بره الكيج، علشان ما ينفعش الاثنين تبقى في الكيج مع التسعه. 2 و9 11، يبقى تكملتها 3، ومش هينفع استخدم الثلاثه هنا، فيبقى الاثنين تبقى في الخانه الوحيده اللي بره الكيج. يبقى كده فاضل لي 1 و4 و5، 9 فاضل 5، ما ينفعش استخدم 5. يبقى انا فاضل لي هنا خانتين مجموعهم يبقى 5،
ما ينفعش استخدم 5، فيبقى هنا 1 و4. انا لسه مش متأكد من ترتيبهم، بس دي هتحللي مشكلة كبيرة جدا، ان هنا دي انا كده متأكد ان هي الخمسة بتاعتي بالجاف، ودي الواحد بتاعتي بالجاف برضو. تمام. طيب نيجي للتلات ارقام اللي تحت، هل في طريقة ان انا هنعمل هنا حاجة بقى يا جماعة برضو باستخدام طريقة الخمسة واربعين اللي احنا قلنا عليها. المربع ده مجموعه 45، فتعالوا نعد الأرقام اللي احنا جبناها بالفعل. 6 و9 15، 15 و8 كده 23، 23 و2 25، 25 و5 أيا كان مجموع الاتنين دول يبقى 30. تاني عايز بس أأكد عليها، دول 5، 5 و2 7، 7 و8 15، 15 و9 24، 24 و6 30. يبقى دول كده مجموعهم 30. التلات خانات دول أيا كان جواهم إيه، يبقى لازم هما مجموعهم بقية ال 45، يبقى مجموعهم 15. يبقى أنا فاضل لي آخر خانة دي، 15 و2 17 زائد كام عشان يديني ال 23؟ يبقى دول التلات خانات دول أنا عرفت إن مجموعهم 15 أيا كان مكوناتهم إيه، 15 و2 17. يبقى أنا فاضل لي كام علشان أجمع ال 23 في الخانة دي؟ 3 و3 يبقى 6، يبقى دي بالجاف هتبقى رقم 6، ودي حاجة كويسة لأن هتخليني الستة موجودة في واحدة من التلات خانات دول. طب هل ينفع تبقى الستة في الكيج بتاع ال 12؟ لا، لأن أنا لو حطيت 6 يبقى لازم الخانة التانية تبقى 6 زيها، وده مش ما ينفعش في السودوكو. فيبقى كده أنا عرفت 100% الستة موجودة في الخانة التالتة اللي مش جوه الكيج، لأن هي في واحدة من التلاتة دول. لو هي واحدة من دول الخانة التانية لازم تبقى 6 زيها، وده ما ينفعش. الستة دي هتحللي الأربعة والستة اللي في الكيج ده، والستة اللي هنا حلت لي الأربعة والستة اللي في الكيج ده. تمام. طيب يبقى الستة والستة هتخليني في واحدة من الاتنين اللي هنا دول، أنا لسه مش متأكد فهعملها بالبنسل كده. تمام. طيب ايه هما التلات ارقام اللي فاضلين لي هنا؟ 3 لسه مش هعرف ولا واحدة فيهم، 5 و7. 3 و5 و7 مفيش طريقة اعرف بيها ترتيبهم، فدي لسه هخليها شوية. طيب ازاي ممكن اكمل من هنا؟ عندنا المربع ده يا جماعة، ده مجموعه 45، 21 و7 يبقى 28. يبقى الثلاث خانات دول تكملة ال 45 بتوعنا. من 28 ل 45 17، 17 زائد كام يدينا ال 20 في الكيج ده؟ يبقى دي بالجاف هتبقى رقم 3. تاني المربع ده مجموعه 45، عندنا 21 بالفعل و7 بالفعل، يبقى 28. يبقى كده الثلاث خانات دول تكملة ال 45 اللي هم من 28 زود 2 يبقوا 30 زود 15 يبقوا دول 17، ثلاث خانات بقيمة 17. فيها في الكيج ده خانة واحدة بس أضيفها لل 17 عشان يديني 20، فيبقى أنا كده متأكد إن دي الثلاثة بتاعتنا. هل ده حللي حاجة عندي؟ هيخلي إن التلاتة موجودة في واحدة من التلاتة دول؟ لا، لسه ما حلتليش حاجة لغاية دلوقتي. طيب نكمل. السبعة، احنا عندنا السبعة لازم تكون موجودة في حتة في الرو ده، بس ما ينفعش تبقى موجودة في الاتنين دول لان السبعة مكانها متاخد هنا. فيبقى السبعة موجودة يا هنا، استخدم البنسل، موجودة يا هنا يا هنا. تمام. ايه تاني ممكن استغله؟ 9. التسعة لا احنا مستخدمينها قبل كده. السبعة
استخدمينها. طيب يبقى الحتة دي انا مش شايف ان احنا ممكن طيب رقم 8. في هنا رقم 8 في المربع ده. تعالوا نشوف فين رقم 8 ممكن يتحط في المربع ده. عندنا 3 خانات متاخدين بالفعل، ما ينفعش التمانية احطها في الاتنين دول لان مجموع الكيج 7، فيبقى انا كده استثنيت الخمس خانات دول، يبقى التمانية في واحدة من الاربع خانات دول. بصوا دي التمانية دي لغت لي 3 من الاربعة، يبقى كده 100% التمانية في المربع ده موجودة في المكان ده. طيب والتمانية دي مع التمانية دي هيخلوا ان التمانية يا هنا، اخلي البنسل تاني، هتبقى يا هنا يا هنا، انا لسه مش متأكد. ايه تاني؟ 6. 6 هتبقى موجودة في مكان ما تحت هنا، لسه مش متأكد برضو. طيب 6 هتبقى موجودة في المكان ده يا في المكان ده، بنتيجة ان الستة دي والستة دي والستة دي منعة اللي في النص، فيبقى على اليمين وعلى الشمال بالطريقة دي. ايه الحاجات اللي تجيب لي 7؟ 6 و1 2 و5، ما ينفعش 3 و4. 2 و5 دي 5 هنا اهو، مش هينفع ان انا احط 5 في المكان ده، فيبقى انا كده عندي 6 و1، مش هينفع 2 و5، 3 و4 مش هينفع 3 و4 لان التلاتة دي منعاني، صح كده؟ صح كده. يبقى كده الستة والواحد، والستة والواحد ما الستة ما ينفعش تبقى هنا، يبقى دي اكيد الستة ودي اكيد الواحد، تمام. طيب والستة دي مع الستة دي والاتنين دول، يبقى اكيد الستة هنا، والكيج ده عشان يبقى 7 يبقى اكيد الواحد هنا. جميل جدا. كده فاضل لي هنا 3 خانات، ايه هما؟ هيبقى رقم اتنين هيبقى يا هنا يا هنا، 3 4. رقم 4 هيبقى يا هنا يا هنا برضو، دي حاجة قوية جدا، دي هتساعدني في ان انا اعرف الخانتين دول عبارة عن ايه. الخمسة كده، الخمسة ملهاش مكان غير هنا. الخمسة ملهاش مكان غير في المكان ده بالمنظر ده، ويبقى دي خانة واحدة اللي فاضلة، 1 2 3، يبقى دي لازم 3. طيب أنا عندي هنا 2 فاضلين لي، 1 و7، هل في طريقة أعرف بيها ال1 و7؟ لأ لسه مش متحددة عندي. عندي الواحد دي حلت لي المشكلة اللي هنا، خلت إن دي 3 وخلت إن دي الواحد. طيب ممكن نحط هنا البنسل بتاع الواحد علشان ما ننساش. تسعة هتبقى يا هنا يا هنا. ثانية، احنا عندنا الكيج ده ب15، 2 و4 بغض النظر عن ترتيبهم مجموعهم 6، 6 زائد كام يدينا 15، يبقى دي 9. حلو جدا، يبقى احنا كده من الكيج ده عرفنا ان 9 ده مكانها. طيب التمانية احنا قلنا ان لازم تبقى في واحدة من تحت هنا، يبقى دي التمانية، التمانية دي مع ال12 يبقى دي اكيد 4، وده هيحل لي هنا، هتبقى دي 2 وهتبقى دي 4. حلو جدا. ال1 و7 لسه ما تحلوش، مش مشكلة. هنا ده هيبقى آخر رقم، هيبقى رقم 2، علشان هنا عندي 5 و7 بالفعل، فيبقى هنا رقم 2. طيب يبقى ده هيسيب لي رقمين بس اللي هنا، اللي هما 3 و5. هل في طريقة أعرف بيها هما مكانهم فين؟ لأ لسه. فأنا هحط هنا 3 و5 وهنا 3 و5. طيب
انا فيت الكيج ده 14، 6 و2 ب 8، يبقى دول مجموعهم 6 يا جماعة، دول مجموعهم 6. تاني الكيج ده 14، كيج 14، عندي 2 و6 8، 8 زائد خانتين يديني 14، يبقى الخانتين دول مجموعهم 6. ايه من الارقام دي يديني 6؟ ما ينفعش السبعة، ما ينفعش السبعة تماما، فيبقى كده السبعة أكيد هنا، والواحد أكيد هنا، والواحد زائد كام يديني الستة، يبقى هنا 5، ويبقى هنا دي التلاتة. يبقى أنا استخدمت الكيج الـ14 علشان أعرف الترتيب بتاع الخانتين دول، مجموعهم 6، فمجموع 6 ما يجيش من السبعة تبقى موجودة خالص، فالسبعة هتبقى هي اللي هنا، والواحد هي اللي هنا، والخمسة هنا عشان يبقى مجموعهم 6، ويبقى التلاتة هي اللي هتتحرك تبقى ده مكانها. طيب كده احنا خلاص، هنا هيبقى الواحد والاربعة اتفكت، فعرفنا ان دي الواحد ودي الاربعة. ايه تاني ايه تاني؟ الاربعة هتبقى يا هنا يا هنا، لسه مش متأكدين. الاتنين في النص مش متأكدين. التسعة، التسعة دي والتسعة دي والتسعة دي، بتقول ان دي اكيد هي التسعة اللي في المربع اللي في النص، وده هتبقى التلاتة عشان المجموع يبقى 12. وهنا فاضل اخر خانة، 2 3 4 5 6، يبقى دي 7. طيب هنا فاضل اخر 2 3 و5، يبقى دي أكيد التلاتة ودي أكيد الخمسة، لأن التلاتة دي منعاني إن التلاتة تبقى هنا، فيبقى 3 و5. طيب التلاتة دي والتلاتة دي، يبقى التلاتة أكيد في المكان ده. التسعة لسه مش متأكد، في هنا أرقام ناقصة لسه. طيب نيجي لهنا، 13 دي رقم كبير، 9 و4 ما ينفعش، 8 و5 تنفع، 6 و7، 6 و7 ما ينفعش، يبقى هنا دي ملهاش غير حالة واحدة بس، 8 و5 دي الخمسة جنبها بالظبط، يبقى دي لازم هي التمانية، ولازم تبقى دي الخمسة، يبقى الكيج ده أكيد التمانية والخمسة. 9 و4 ما نفعتش، 6 و7 ما نفعتش، يبقى ده أكيد التمانية والخمسة. في هنا فاضل آخر رقمين، 1 و4، يبقى هنا ده الواحد وده الأربعة، لأن الواحد جنبها بالظبط أهو. الأربعة أنا لسه مش متأكد، الواحد، الواحد هتتحل أهي. طيب هنا فاضل لي رقمين، لأ فاضل لي تلاتة للأسف، 1 2 3 4 5، مش متأكد، 6 7، مش متأكد، 8. التمانية هتبقى هنا يا هنا، بس مش متأكد مين فيهم لسه. طيب في هنا آخر رقمين، واحد يبقى 2 و7، هل في طريقة إن أنا أعرف مين فيهم؟ لسه مش دلوقتي، بس هنكتبها بالبنسل برضو. يبقى 2 و7، وهنا 2 و7. انا خلاص، العشرة دي عندنا، 9 و1 ما تنفعش، 8 و2 تنفع، 7 و3 ما تنفعش، 6 و4 ما تنفعش، يبقى ما فيش اي حاجة تجيب رقم 10 بالارقام المتاحة غير 8 و2، واحنا التمانية دي تمنع ان دي تبقى التمانية، فيبقى هتبقى على الجنب كده، ودي هتبقى الاتنين بتاعتها، وده هيحل لي اللي هنا، دي هتبقى 2 ودي هتبقى 7. هنا فاضل لي آخر رقمين، 4 و5، يبقى دي أكيد الأربعة ودي أكيد الخمسة. نشوف هنا الكيج ده مجموعه 20، فاضل آخر خانة فيه، 4 و5 9، 9 و3 12، يبقى هنا دي أكيد التمانية. تمام، هنا هتتحل، يبقى هنا الاتنين وهنا الاربعة. تمام، طلع لي الاوتو كومبليت، يبقى كده خلاص
انا بحلق الحاجات اللي فاضله ان هي السودوكو خلاص هتتحل. هنا 5 يا 7 والخمسه دي تمنع، يبقى دي كده اكيد السبعه ودي اكيد الخمسه، وده اخيرا هيحل لي الكيج ده كده. في اخر رقم موجود هنا ما استعملناهوش هو 5، هنا اخر رقم في الرو 2 3 4 5 6 7 كده، فاضل لي 2 و9، يبقى الاثنين هنا والتسعه هنا، وده هيحل لي ان السبعه هنا والتسعه هنا. تمام، وبكده نكون حلينا الكيلر سودوكو اللي ما فيهاش اي ارقام. صعبة أنا عارف، بس هي بالتمرين إن شاء الله وباستخدام الكيجز الصغيرة زي رقم 3 اللي هنا بيكون من 1 و2 بس، وإن المجموع 45 لأي مربع، فبالتالي أنت هتبقى عارف الخانة اللي طالعة برة دي ممكن بتساوي كام لو أنت معاك باقي الأرقام كلها. دي طريقة تساعدك في حل الكيلر سودوكو. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو وتنزلوا الابليكيشن وتعرفوا تحلوها لوحدكم إن شاء الله، وشكرا جدا لكم، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.